السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. اللي اول مرة يشوف قناتي يشترك بيها ويفعل جرس الاشعارات، واريد اول ما تشوفون الفيديو تعطوني لايك من ايديكم الحلوة. اليوم الامور واضحة قدامكم ان شاء الله. اريد اشتغل عجينة السكر. بنية عروسة الله يهنيها ان شاء الله ويسعدها، عجبتها هاي الكيكة، بس هاي الكيكة يعني مايعة من الحار. هاي الكيكة مايعة. اللي احتاج على مود اسوي هاي العين، هاي العين الزرقاء اسويها، احتاج هاي للدويرة الكبيرة، راح اخذ هذا الفنجان. هاي الفورمة راح احتاج القاعدة مال الفورمة للدويرة الاصغر من عتها، وهنا راح احتاج هاي الدويرة وهاي. ذن الاربع دويرات راح احتاجن على مود اسوي هاي العين. زين، بعد شنو احتاج؟ احتاج هذا قالب السيليكون، هي هنا مشتغلة بالقاعدة مالتها. احنا الورد ما لنا علاقة به، يعني هو الورد صناعي. هاي القاعدة مالتها تشوفوا شلون اللؤلؤ. احتاج هذا قالب السيليكون، راح اشتغله بهذا قالب السيليكون. انا الكيكة باكر اجهزها، بس راح اشتغل يعني او انفذ اشكال عجينة السكر من اليوم على مود تنشف زين، حتى باكر اخليها على الكيكة. تابعوا يا الفيديو، واتمنى ان شاء الله يا رب يكون الفيديو ممتع لكم. ولا تنسون شاركوا الفيديو، شيروا لاكثر من اصدقائكم اللي يهمهم شغل الكيك ويتعلمون. هنا اللي راح احتاجه، احتاج عجينة السكر ازرق وابيض، وسمائي طلعته منين؟ من الازرق، شوية ازرق وكثيرا من الابيض. شوفوا شلون اللغة العربية الفصحى شلون عندي تخبل. واحتاج نشا حتى تلزق. انا ما راح البس شفوف لان فصل الصيف فتلزق هواية. انظف ايدي اعقمها زين واجي ابدي اشتغل. لو فصل الشتاء عادي اقدر البس شفوف واشتغل براحتي. هنا احتاج على مود تلزق دوير على دوير، احتاج هذا المروار الشفاف، استخدمه بالفرشة والزق دويرة على دويرة. تابعوا وياي الفيديو يا ربي تستمتعون به. طبعا متابعيني ما اوصيكم انا على اللايك والاشتراك بالقناة اول ما تشوفوها، اللي ما مشترك بقناتي هذا الحكي، وشاركوا الفيديو بين احبابكم واصدقائكم عمود تعمل فائدة للجميع. اكو بنوتات سألوني قالوا احكي لنا اكثر على تزيين الكيك، فحبيت اليوم اشوفكم هذا النموذج. التزيين هي كريمة ازينها بعجينة السكر، يعني مو كلها اشتغلها عجينة السكر. هسه انا سويت الدوائر الكبار باللون الازرق الطوخ، اكمل كل الدوائر الكبار بعدين. يعني هي شغلتها كل السهلة، كلها دوائر، والدوائر اللي لزقها بالمروار الشفاف وحدة على الاخ. هي بالمي هم تلزق، بس بالمروار احسن يكون لزقها، حتى اذا رادت تموع وتوقع توقع كلها كاملة، مو توقع قطعة قطعة، يعني مو تنفصل، توقع كلها دويرة وكاملة، هي ودويراتها الباقية، يعني قصد العين كلها توقع سوا او تسيل، هي ما راح توقع فد نوب. حتى مثلا اذا الجو حار حيل بالغرفة اللي بيها الحفلة او بيها المناسبة يصير الجو حار حيل، فهي تسيل من مكانها شوية تنزل، يعني مو توقع من الكيكة، هذا القصد. اللي عنده اي سؤال على تزيين عن شي خلي يكتب لي السؤال، بس بطريقة واضحة، يعني يحدد هو شي يريد، او تحدد البنية هي شي تريد بالضبط، على مود اني اقدر اجاوبها في فيديوهات جاية ان شاء الله. ولانه الدنيا حارة حيل فتلزق هي على السيليكون، عفوا على السيليكون، على السفرة مال السيليكون، فاشيلها انا احاول بهاي القطاعة ارفعها شوية واخليها على البورد حتى تنشف. انا هذا شغلي قلت لكم قبل بيوم، تنشف وثاني يوم يعني انفذها واشتغلها على الكيكة. الكيكة انا هم بردة كريمها وخليتها بالفريزر. هنا راح اسوي اخير شي العين، واني دا اسوي بهاي اخير دويرة الصغيرة ما اقتنعت بحجمها، حسيت حجمها راح يصير ما حلو عليها، لان دويرة بنص دويرة يعني احجامهن متناسقة بيناتهن،
شو هطلع عندي حجمها صغير، فحبيت اجرب هنا وحده واشوف حجمها يطلع حلو اخر وحده، لو يطلع ما حلو عليها. فشو حسيتها حيل نشزت حيل صغيره، جبت هاي القطاعه اللي سويت بيها السمائي، شو شفتها حلوه بعد شلون صارت بيرفكت. هاي روحي انت بعد ما استخدمتش هاي الفورمه ما نريدك، راح نستخدم هاي. مجرد ما بس ادقي شويه الفورمه شدك على الميز تنزل على السريع، وتقدرون انتم باي شيء تستخدمون عندكم. ترى يعني هاي تفيد حنه، هذا الموديل يفيد تخرج، هم حلو، يفيد حتى ختان الاطفال، حفلات الطهور يعني قصدي. هنا عندنا الحزام السفلي مال الكيكه كان بشكل لؤلؤي، بس هم عجينه السكر سويته بهاي. طبعا هاي الكيكه سويتها البنوته يعني قريبه حيل علي، كان يوم حنتها جوارينا من سنين طبعا، واكثر من اهل احنا وياهم، ويا رب الله يهنيها ويسعدها. هي اختارت الموديل. بنات عيوني، من تريدون تستخدمون عجينة السكر بقالب السيليكون بالبداية تخلو نشا، خاصة فصل الصيف ما تمشي أبدا إذا مو نشا، هي حتى بالشتاء، بس بالشتاء يعني نخلي شيء قليل، بس بالصيف لازم كل المكانات كل الزوايا الموجودة بقالب السيليكون نحتاج نوصل النشا. فلهذا تشوفوني أني أخلي بالفرشة على مود شعيرات الفرشة تدخل النشا بأدق تفاصيل القالب، وتكون عندكم كل السهلة سهلة وسريعة جدا من تستخدمون النشا. وكملت كل شيء اللي أحتاجه من تزيين. وصلنا الثاني يوم، وهاي ثاني يوم كيكة عندي باردة مجمدة بالفريزر أكثر من ساعة تقريبا، حوالي 3 ساعات 4 جمدتها. هنا اللي حستخدمه بالتزيين كل هذا، اول شيء راح اقيس وين اخلي، يعني اشوف كم وحده راح استخدم. تتذكرون انتم شفتوها مايعه ونازل معتها لون، فالبنيه قالت بمكان هذا اللون النازل نسوي فد شريط، يعني شريط مع عجينه السكر. قلت ها هي يعني شو، انا هم شفتها حلوه يعني حلوه بالتصميم تطلع كلش حلوه. اول شيء خليت هاي الخطوط اللي تصير تحت العيون. هذا الموديل ننفذ بعجينة السكر على الكريمة. أغلب يعني أو زمان، يعني هذا الحكي زمان متعارف عليه، إنه لو يشتغل كريمة لو يشتغل عجينة السكر، ما يقبلون شيفات والحلوانيين يقول لك لو كريمة لو عجينة السكر، ماكو اثنينهن سوا. فيعني تقريبا هذا الحكي صار 3 سنوات أو 4، لا صار انه احنا نقدر ننفذ، يعني ليش قوم نخلي الكريمه تجمد وعجينه السكر اخليها كلش تيبس بحيث تصير قويه. شوف هسه شلون، يعني قبل شويه اللي شغلي قبل بيوم كان العجينه لينه بايدي، هسه تحسوها شلون صلبه صارت، لانه يبست صارت صلبه، تقدرون تشتغلون بها براحتكم. والكريمه بارده حيل، وخاصه اذا بقت هاي الكيكه بمكان بارد ابد ما عليها، بس اذا خليتوها بغرفه حاره والكريم يموع وعجينه السكر راح يصير شلون تدبق، شلون ما نقول احنا. هنا انا عندي هاي العين كبيره، فجبت الفورمه هاي اللي سويت بيها الابيض وراح اقطعها بهذا الشكل عمود، بس ازغر حجمها واخليها بالمكان مالتها هالشكل. فاذا ارجع اقول لكم اذا كانت الغرفه حاره، طبعا اكيد يا يعني عجينه السكر شنو مصنوعه، اكثر شيء بها سكر، نسبه السكر تقريبا بها 90 أو 85%، يعني تقريبا كلها سكر، فاكيد تموع بالحر، يعني هذا شيء منتهي من عده. هنا راح اخلي هذا الحزام اللؤلؤ اللي سويناه،
وتعاملون وياها بكل بساطة بكل سلاسة، يعني حتى المبتدئين يقدرون يسووها، بس المهم يضبط صقل الكريمة، يضبط صقل الكريم، كريم مسقوط صحيح، حواف حادة، فكل شغلها يصير حيل سهل عليه، خاصة إذا محضر كريم عجل عفو عجينة السكر قبل بيوم. دائما حضروا التحضير المسبق، اي موديل تنفذوا، مو شرط موديل عجينة السكر، حتى اللي بالورد اللي بالكريم، دائما حضروا اشياءكم قبل تشتغلون بالتزيين. التحضير المسبق يسهل عليكم هواي اشياء. هنا نضفنا الورد وهذا اللؤلؤي ضفناه فوق وصارت ولا انزك ولا اروع من هيجي كيكه لطيفه جدا وناسكه. اتمنى يعني تكافئوني، شكرا، تقولوا لي اياها يعني بشكل لايك، اريد لايكاتكم، اريد تعليقاتكم الحلوه على هذا الفيديو. مع السلامه، التقيكم في فيديوهات جايه.